إذا مرحبا بمتابعي قناة شوف تي في. من خلال هذا المباشر حنا تتواجد الآن مع المندوب الإقليمي سي عبد الله بوني، اللي غادي عرضنا الخريطة ديال الصحية في إطار كوفيد 19. مرحبا بكم معنا سي عبد الله اليوم في هذا المباشر في قناة شوف تي في. تفضل، يعني شنو الخطوات اللي تقوم بها المندوبية والمندوبية الجهوية في هذا الإطار تاع محاربة يعني الفيروس كورونا المستجد على مستوى جهة مراكش أسفي؟ اولا تنبغي باش نشكركم على هذه الخطوه هذه، واللي انتم هذا الصوت ديالنا تنحاول على انكم تتواصلوا من خلالها مع يعني جميع الساكنه ديال مدينه مراكش فيما يخص يعني الحاله الوبائيه والمسجله ديال الى حد الان. فهي كالتالي يعني كاينه 464 حاله ايجابيه يعني اللي مسجله باسم كورونا، كاينه يعني تقريبا 49 حاله شفاء ولله الحمد، وكاينه للاسف يعني 29 حاله وفاه. فيما يخص يعني تلاحظوا من خلال هذه المعطيات على ان يعني الحاله الوبائيه فهي غاديه وتتكاثر، لذا ف يعني سواء من خلال يعني التغطيه السريريه او من خلال الاسر الموجودين عندنا فبدات تمتلئ، لذا فالتجأنا يعني بالتعاون مع السيد الولي المحترم وكذلك السلطات المحليه وكذلك المنتخبه ومجموعه من يعني الفعاليات ديال المجتمع المدني ومجموعه من رجال ديال مراكش وكذلك الى توسيع هذا العرض الصحي، وذلك من خلال توفير مجموعه ديال الفنادق منها يعني ما غاديش اشهر وكذلك مراكز الاستياف، بالاضافه الى مجموعه ديال المصحات الخاصه اللي ولله الحمد هاد الناس هادو تعاونوا معنا واستطعنا على انه نتغلبوا على ديك يعني لا كاباسيتي الالتهاب اللي كانت ملؤه عندنا، واللي من خلال هاد العروض هادو فاستطعنا على انه يعني الناس تجلس في اريحيه، وكاين الحمد لله كل واحد يتداوى في بلاصتو. وبعد المناسبة هذه تنبغي باش نوجه واحد الشكر والامتنان ويعني للجميع الطاقم الطبي والتمريضي وكذا الاداريين والاعوان ديال يعني التابعين للمندوبية ديال وزارة الصحة على يعني التفاني ديالهم في العمل، واللي عبروا من خلال يعني هذا كوفيد 19 على المواطنة ديالهم وعلى التجند ديالهم، وذلك تحت يعني القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يرحمه. نعم، بالنسبة للدكتور يعني تنعرفوا أن حالة التطورية تمددات ل 20 ماي، يعني اش نقدروا نقولوا للمواطنين في هذه المرحلة هذه؟ تنبغي باش نستغل هذه الفرصة ومن خلال المنبر ديالكم مشكورين باش نقول يعني لجميع المواطنين على أنهم يحاولوا يلتزموا بالمسائل اللي اعطت عليهم السلطة، وهي التواجد اليومي في المنازل ديالهم، لان التواجد اليومي تيساعدنا كثير وكثير جدا من يعني لا بريفونسيون من هذا الداء هذا، وتتعرفوا الداء تنتشر باش بالتكتلات السكانيه. لذا فمن هذا المنبر تنوي رجاء للسكان ديال مدينه مراكش باش يبقى. إذا متتبعي قناة شوف تي في تنشكروا السي عبد الله بوني اللي هو تنشكروا السي عبد الله بوني اللي هو المندوب الإقليمي تاع وزارة الصحة هنا بمدينة مراكش على التوضيحات، ودائما يطالب المواطنين بأن الالتزام المنازل حتى نمروا من هذه المرحلة الطوارئ اللي تتمر منها بلادنا. شكرا السي عبد الله، شكرا لكم أنك يعني زودتينا بهذه المعلومات اللي مهمة وقيمة في اطار المجهودات اللي تقوموا بها يعني الاشتغال ديالكم ليل نهار من اجل السلامه الصحيه ديال المواطنين. اذا تحياتي لكم متتبعي قناه شوف تي في من خلال هذا المباشر، وشكرا للاطر الطبيه والعامله هنا بعمل